أهلا بك نقيب المحامين ونقيب اتحاد المحامين العرب بالشرقية بلدك الثاني. أهلا بالسادة أعضاء مجلس النقابة جميعا في الشرقية بلد الكرم والضيافة. أهلا بكم جميعا في يوم من الأيام الخالدة لمحامي الشرقية. نقابة المحامين ستظل دائما وأبدا هي النقابة الأم لجميع النقابات المهنية، ستظل جسرا يتحدى كل الصعاب وتقود الحركة القومية بمصر. نقابة المحامين ستظل أبدا هي النقابة المدافعة عن حقوق الضعفاء. نقابة المحامين ستظل دائما هي الأم لكل النقابات المهنية. أهلا بالسادة المحامين، محامين الشرقية في بلدهم الشرقية. أهلا بكم، شرفتم ونورتم. ودائما عهدنا معكم أن تكونوا دائما بجانبنا في الأوقات العصيبة. النقيب سامي عاشور يعتبر رائد لكل النقابات على مستوى الجمهورية ورئيسا لاتحاد المحامين العرب. هذه الدورة قدم الكثير والكثير للمحامين. نقابة المحامين في الدورة اللي احنا فيها دي انتعشت من كل حاجة. يكفي أن السقف العلاجي وصل ل50,000 جنيه، يكفي أن المعاشات زادت إلى 3,000 جنيه. نقابة المحامين هتظل دائما هي النبراس الذي تهتدي به مصر جميعا. فالنقيب سامي عاشور قاد الحركة الوطنية في حينما كانت مصر في حاجة لنقابة المحامين، وقف بجانب مصر. والمحامين جميعا وقفت بجانب مصر، لأن مصر أحيكت ضدها مؤامرات كثيرة. مصر كل الدول كانت عايزة توقع مصر، لكن بإرادة الله وبإرادة المصريين استطاعت مصر أن تخرج من كل ما دبر لها بإرادة هذا الشعب المصري العظيم. نقابة المحامين ستضر دائما الدرع الواقي لمصر في كل وقت. عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة، عاشت مصر حرة مستقلة، وتحيا مصر.